النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكثير من الصفات والأسماء، هل من الممكن ليس بغرض الابتداع ولكن بغرض التصنيف أو مواجهة العالم الغربي، هل من ممكن أن نصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصانع سلام؟ بالتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم صانع السلام في الأرض وصانع السلام يوم القيامة. دار السلام التي يدعو إليها هي الجنة. ويا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، دعوة الناس والمسلمين إلى أن يدخلوا في السلم وفي السلم وهو السلام. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي القراءة الأخرى السلام، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. في سورة النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أوقف، وإن شئت تقول أن القرآن أغلق منافذ الحروب. فالحرب ابتغاء الغنائم أنهى الله عنها، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. أغلق منفذ الحرب من أجل القبيلة ومن أجل العشيرة ومن أجل العصبة الجاهلية، كل منافذ الحرب أغلقها. وحتى الحرب من أجل الديانة، الصحيح عند أهل العلم أنك لا تحارب شخصا من أجل ديانته، وإنما تحاربه من أجل اعتداء، وهذا الذي توضحه الآية الكريمة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب. فالقتال هو من أجل العدوان، من أجل الذي يقاتلك ويعتدي عليك، الدفاع عن النفس. وكذلك القتال من أجل حرية الدين. صحيح. كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فهذه الآيات الحاكمة هي التي تفسر الآيات الأخرى التي تحدث عن القتال. النبي صلى الله عليه وسلم هو سلام، سلام حتى للبهائم والدواب. يذكر ابن إسحاق النبي صلى الله عليه وسلم أوقف حارسا على كلبة كانت في طريق جيشه يوم الفتح، والفتح بالمناسبة وقع سلما على الناس ليحرسوا هذه الكلبة وجرائها، حتى لا ليحرسوا الكلبة وجرائها حتى لا يؤذيهم أحد. فهذه الرحمة بالحيوانات، فما ظنك بالإنسان ببني آدم؟ ولهذا فإن السلام الذي نزل على الأرض كان سلاما عاما للإنسان وللحيوان وللطير ولكل المخلوقات على وجه الأرض. فضيلتكم تطرقتم إلى موضوع فتح مكة، حبذا لو تكرمتم بأن نفتح شبابيك هذا الموضوع أو نوافذ هذا الموضوع. إن فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في صلح الحديبية، في بالضبط. صلح وليس في قتال، حتى مكة ما فتحت بغير قتال. نعم. تلميذكم يا شيخ. نعم، صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يدعوني إلى خطة تحترم فيها البلد الحرام إلى خطة إلا وقبلتها منه. فقبل منهم كل شيء حتى يوقع الصلح. فتوقيع صلح الحديبية كان فتحا، لأنه كان فتحا بالسلام وليس فتحا بالسيف. فكان مفتاحا للدعوة ولإزالة الفتنة. ولهذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم الصلح رغما من الإجحاف الظاهر الذي يفهمه الناس. قالوا: لا نريد، لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. فقل باسمك اللهم، فقال: اكتب باسمك اللهم. قالوا: لا نعرف أنك رسول الله، لو عرفنا أنك علمنا أنك رسول الله لتابعناك. فقال: أمحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل على كل الشروط، ومنها رد من جاءه من هؤلاء لحقن الدماء ولصون الحرمات والمقدسات. فصلح الحديبية كان مثالا لمحبة السلام. وفتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة، فلما جاءه قريش بعد أن رأوا أنهم لا قبل لهم به، وهو لم يأتي للحرب معهم، بل أتى لأن كل الأرض أصبحت سلاما. وبالتالي أتى ليؤكد مفهوم السلام في مكة، لأنهم أصبحوا بمنزلة المتمردين. فلما جاء اجتمعت قريش حول الكعبة وجوما، وجوما أي سكوتا، خوفا من قال: ما تظن أني فاعل به؟ قال: ابن أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يأمرهم بأن يسلموا،
هذا يجب أن نلاحظه. ما طلب منهم أن يسلموا، قال لهم اذهبوا أنتم أحرار، تركهم على تركهم أحرارا، وبالتالي لم يطلب منهم إسلاما وذهبوا إلى بيوتهم، ومنهم المسلم ومنهم غير المسلم حتى أسلموا عن اقتناع. هذا شيء واضح من هذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من هذا الباب كيف ندلف سيادتكم في هذا العصر إلى أن نقول لكل العالم أن الكذبة أو الفرية التي تقول إن المسلمين يكرهون غير أهل الديانات الأخرى، كيف ندافع أو نضحض هذه الكذبة؟ يكفينا أن نراجع التاريخ الإسلامي. في التاريخ الإسلامي كله كان المسلمون دعاة سلام. المسلمون لم يبيدوا جماعة في وقت واحد أبدا. إبادة الجنس البشري أو العدوان الإنساني في التاريخ الإسلامي ليس موجودا، غير موجود. أيام تيمرلنك لم يكن مسلما بالمعنى الحقيقي، وكانت الإبادة في داخل العالم الإسلامي. وكذلك الغزنوي في أيضا سلطان في أفغانستان أيضا، ولم يكن تكون إبادة للآخرين. إنما كان أحيانا يوجد ملك جبار يبيد جمعا من الناس، لكن في التاريخ الإسلامي لا توجد فيه إبادة مطلقا. بينما في التواريخ الأخرى وفي الديانات الأخرى نجد إبادة بشرية. يكفينا أن نحاكم الناس على التاريخ، على التاريخ الإنساني. ماذا كان دور المسلمين في صنع السلام؟ المسلمون كانوا يوقعون هدنة مع كل وصلحا مع كل من أراد الصلح. وبالتالي كانت حروبهم دفاعية. لم تكن هناك أمم متحدة. الآن قد تغيرت الحال جزئيا على الأقل. لم تكن هناك أمم تعتمد على ميثاق. فكان المسلمون يسعون دائما إلى ميثاق، إلى صلح. ولهذا كان عمر يقول لا تتجاوزوا الحدود التي فيها البحار. كان يقول يا ليتهم تركونا. ورفض حتى أن يتجاوز جيشه إلى قبرص. حتى بعد وفاة عمر أذن عثمان رضي الله عنه لمعاوية بأن يتجاوز إلى قبرص. فكانوا لا يريدون حربا مع أحد، كانوا يكرهون الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقبح الإسماء حرب. يعني حتى اسم حرب أبدأ الاسم أحد الأشخاص. لا لا، هذا الاسم عنده من الأسماء السيئة مستنكرة. التي لا ينبغي أن يسمى بها الناس. لأن وكفى الله المؤمنين القتال. المؤمنون يكفيهم الله القتال، لا يحبون القتال. صحيح. لأن القتال والقتل أمر ممقوت في الإسلام، لا يكون إلا ضرورة. فالجهاد هو ضرورة دفاعية، دفاع عن النفس، وله شروطه. شروطه أن إمرة حكومة، أي إمارة لها حكومة. وهذه الحكومة قد تعلن الجهاد للدفاع عن نفسها. فهو حرب مشروعة بكل المعايير. يمكن أن تراجع ميثاق الأمم المتحدة لترى ما هي علاقة هذا الميثاق بالموقف الإسلامي من الجهاد في الفصل 51. قل إن الدولة قد تقوم بعمل للرد عن نفسها، لرد العدوان عن نفسها. فالأمة الإسلامية ما عرفت قتل الناس من أجل دينه. صحيح، لا تقتلوا أحدا من أجل دينه. وهذا ما قاله الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، أوضحه كثيرا، وقال إن القتال ليس الكهر. ففي وصايا للبعوث الفتوحات لا تقلعوا شجرة ولا تمثلوا ولا تقتلوا. نعم، ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا هرما، ولا تقطعوا شجرا مثمرا، ولا تغرقوا نحلا، وفي رواية نخلا كما رواه مالك الموطأ، الكلمات العشر التي أوصى بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس. فكانت حروبهم إذا سميت حروبا كانت من أجل هداية الناس، ومن أجل وقف المعتدين عن الاعتداء أساسا، من أجل الرد على الاعتداء. وهذا ما يقوله ابن تيمية، يقوله الطاهر بن عاشور في تحريره والتنوير. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج أبدا إلا من أجل عدوان أو عدوان متوقع. فإذا عرفت أن الجزيرة كانت محاطة
دول كانت تريد القضاء الإسلامي والقبائل العربية كانت تريد استئصال شأفة الإسلامي، فكانت هذه الردود هي ردود مشروعة في حدود معينة، والأجل يقول الله ولا تعتدوا إن الله لا يعبر المتدين، وما لكم لا تقتلون في سبيل الله والمستضعفين، قتال من أجل المستضعفين، من أجل إنقاذ المستضعفين، من أجل رد عدوان، من أجل حرية الدين. هذه كل هي الأوجه التي يشرع فيها القتال في الإسلام.